فمنصبح عليكم انا وابونا جورج. شو رايحه اول يوم بالاستوديو الجديد؟ كنا امبارح على تغريدات ميلاديه، واليوم ابونا برنامج صباحكم نور، فنحن بنقول مبروك لهالاستوديو، وان شاء الله بنحافظ على مسافه تباعد التباعد الفيزيائي الجسدي عشان ما نضلناش نحط الكمامه، لانه صارت الكمامه مزعجه، طبعا ما يقدرش الواحد تأثر على يتنفس الصوت. يتاثر فعلا. فمنحييكم بهذا الصباح في برنامجنا صباحكم نور، ورح نتحدث اليوم على موضوع الإحسان في زمن الميلاد. نحن ممكن الناس تقول يا أبونا عم نكرر موضوع المساعدة والإحسان، احنا بنقول الإحسان بس هو فعل محبة بالنهاية، وفعل المحبة ديانتنا وكل بيصبحوا علينا. والبداية أبونا مثل ما تعودنا في صلاة صلاة ناخذ البركة في البداية والختام، آمين يا رب. فلا بد دائما من ذكر الله. بداية دكتور بعد صباحكم نور لجميع المتابعين لنا، بنعيد اليوم بعيد الحبل بلاد ناس نعم بحسب الطقس الكنيسة الكاثوليكية كاثوليكية، الغربية كل عام وانتم بخير. بالضبط، ولكل من حمل هذا الاسم ولمن اتخذوا شفيع من نعم الأخوات، في كل سنة والجميع سالمين. باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. يا إله السخاء والعطاء وكل الهبات الصالحات، أنعم علينا في هذا الصباح أن نكون طيعين في سبيلك يا رب، أن نكون كالصلصال والعجين لينين بين يديك، لنكون محسنين بكل سخاء. علمنا، علمنا يا رب كيف نعطي من عوزنا صدقة لا تفنى، كنز لنا لديك، كنز لا يصدأ أو يفنى. إلى كثرة الطلب نعم. أوقات بيكون اللي محتاج أحيانا بيكون نوعين، إنسان لحوح وإنسان لا عنده يعني مثل ما تقول الخجل انه يطلب عند الحاجة. فالمشكلة انه اللحوحين واحيانا بيكون الطلب متكرر متكرر، فصفى انه الانسان المحتاج الحقيقي نتيجة الشخص خجله. نتيجة خجله، والشخص اللي بيكرر طلب الإحسان دائما دائما، فعند اللي بيعطي بيصير في عنده تردد انه يعطي، ولك خلص عاد يعني انه بكفي بكفي، فبيصفي انه بيبتعد وبيشد حاله لورا. لما بيجي واحد بده يطلب منه احسان بقول لك لا، هلا هذا برجع بصير يقول لي كل يوم والتاني على باب بيتي، فبيصفي انه عم بيمتنعوا عن العطاء والاحسان. هذه رد فعل للاسف يعني انا بشوفها سلبيه من المجتمع. لكن ابونا احنا بدنا نرجع لورا، ورا موضوع العطاء والإحسان وذكره في الكتب المقدسة، يعني هو موجود على دور بموضوع الفقراء. نعم صحيح، يعني مثل ما تفضلتي من بداية الخلق، يعني من قصة آدم وحواء وانطلاقا فيما بعد لتسلسل التاريخ الخلاص. نعم. يعني بنشوف في أولاد آدم وحواء بداية التقدمة، لأنه كانوا متعودين أنهم يقدموا القربان، يعني يذبحوا ويقدموا له، ولكن قايين ما ذبح لأنه هو كانت منتجاته نباتية إذا جاز التعبير، من الحقل قدم الفواكه والخضار، فقبل الله ذبيحة هابيل ولم يقبل ذبيحة قايين. لماذا؟ التساؤل دائما بيجي للواحد أنه يعني معقول أنه ربنا بيميز بين هذا وهذا؟ لا، بس هي الفكرة كانت من منذ البداية، القرابين كانت بالدم، فهناك يعني هابيل قدم من السمان بحكي الكتاب المقدس، يعني أحسن شغلة عنده هي اللي ذبحها وقدمها، بينما قايين قدم الموجود. وأحيانا كثير إحنا من زي ما عمل قايين، بيكون مثلا الزيت له 3 سنين خلص بطلوا يستخدموه، نقول خليه للكنيسة، ما هو بده يضوه فيه، ما هو ما مش راح يكون زيت نفس السنة، فبيضل انه كل اللي بيزيد عندي
بخزانتي، الأشياء اللي بطلت مقاسي، بطلت أشياء بدورع فيها هي. الأشياء اللي تمزعت خربت هذا لا، هيك أصبح في زي هذه التقدمة. إذن في عيون ربنا يسوع أيضا بالعهد الجديد ميز بين تقدماتهم، قال للأغنياء أمام خزانة الهيكل، قال لهم أنتوا أعطيتوا، أنتوا عم تعطوا من فائض ما عندكم، يعني كأنه هيك مشايت حال، يعني أنه خلص أو تعالوا شوفوني لما وقفوا قدام الصندوق هنا، إحنا صاروا يتباهوا، هذا مثلا بقطاع صناعي، هذا بقطاع تجاري، كل واحد بده يبين البزنس تبعه اللي بيشتغله ولابس أحسن لبس وحط الإحسان والعطاء. ودائما الإحسان بربطوه بشقين، الشق الروحي السبورت اللي بنقدمه للشخص المتعب المهمش اللي أحيانا عنده مصاري كثير، بتصادف إنه في ناس عندها مصاري كثير مش بحاجة إنك تجيب لها معونة، ولا بدها منك إلا السبورت الروحي اللي إنك تعطيها هذا الدعم، تطبطب عليها بأحزانها، تعطيها هذا البعد. والشق الآخر من الإحسان هو ما يسمى الصدقة. ووارد بترجمتها من اليوناني للعربي بمعنى الصدقة، وتحدث عنها الإنجيليين الأربعة بكل الأمثلة وبكل الأماكن اللي حكاها يسوع، يعني حتى بنقاربها مع كل الحديث عن الغنى كان يربط بموضوع الصدقة. بالإضافة إلى أهم الركائز الأساسية دكتورتنا حول موضوع اللي هي أعمال التقوية اللي هن اللي المفروض الفضائل اللي هن اللي بتخلي الإنسان يتقرب من الله، الصلاة، الصوم، الصدقة. نعم. فهي مربوطة مع الأشياء الحلقة الأساسية للعلاقة قادرا أن أنظر بعيني يسوع المسيح، وأنا أصلي أكون بنفس الوقت بتواضع أحسن ما يصير مثل العشار والفريسي. الفريسي اللي كان يعطي والعشار كان يأخذ من الناس، فقبل الله صلاة العشار ولم يقبل صلاة الفريسي، لأن كيف الطريقة؟ يعني ممكن أنا أقدم الإحسان بس عشان أحط صوري على الفيسبوك وأنا قاعد بعمل خير، أو ممكن أنا أعمله بس بحد ذاته لأجل العطاء ولأجل تنمية مجتمع كنسي صالح، رعية مستورة. نعم. قائمة بواجباتها بدون ما لا سمح الله ينسجنوا، أو يعني في ناس بالظروف الاقتصادية الحالية وخصوصا بما فرضته جائحة كورونا على العالم، يعني في ناس كثير مش قادرة تسد الالتزامات المترتبة عليها بشكل شهري وبشكل دائم. قديش مؤسساتنا الكنسية قادرة على احتضانها للفئة من الناس، وتنوهت الكنيسة الكاثوليكية منذ القرن بداية القرن العشرين وقبل ذلك، تنبه الشق فقط هو مادي يعني، وفي الشق أيضا الدعم الإنساني بالضبط. يعني نشوف كمان أبونا فرح شو بدي يحكي مشان نعطيه هو الفرصة أول مشان إحنا نعقب بعدين. بحضر الشباب الاتصال مع الأب فرح حجازين للحديث مطولة عن موضوع الإحسان. يعني زي ما أنت تفضلت أبونا، موضوع العطاء هو من بداية العهد القديم وموجود على دور الدنيا من وقت قايين وهابيل، لكن أنك أنت لما تعطي من نفسك من فرحك بالضبط. أعطي متهللا، ما تعطي يلا خد وحل عن سمواتي قد ما يكون زهق. فالعطاء بفرح بيكون أكتر قيمة عند ربنا، وعيون ربنا أكتر قيمة. ذكرت أبونا شغلة، نحن كنا في جمعيات خيرية، بتذكر بجبل حسين كانت في غرفة تحت الدرج الكنيسة، كل الناس تيجي تحط، يعني اللي بده يستلمها بده يشتغل فيها، تحط الأزرار، يصلح السحاب، ويعني هذول مش مقدورهم يعني كمان انهم يروح يصلحوا او يخيطوا، ممكن يجي مثلا مفروض او هيك يقدر يخيطوا، بس اللي بده زرار واللي بده سحاب واللي ابته خربانه واللي كذا. فنطلع على الناس، تكون الناس مرتبه اللي عم تعطي هاي الملبوسات، يعني ناس مش يعني ممكن تروح على اي محل من هدول المحلات اللي ببيعوا مثلا بسعر مناسب، في كثير محلات يعني خاصه هالتصفيات بمبلغ معين، كانوا راحوا على هاي المحلات شروا لهم أكم من طقم جديد بكياسهم مرتبين كذا وتبرعوا فيهم. هاي الملابس يعني حرام انه عم تعطي انت مثل ما قايين اعطى يعني مش من خيرة منتجاته ما عنده، اعطى من الاشي اللي ما بيستعمله او انه اللي خربان وكذا. كثيرين في ناس عم تعطي مثل هيك
صار بيكون في عندهم مزرعة. القطف اللي بيروح على البيع على السوق، والثاني اللي بيوقع تحت الأرض عطايا. لكن موضوع العطاء مفهومه غلط عنا نحن كمسيحيين مؤمنين، مفهومه في شوية يعني لغط في موضوع العطاء. الإنسان المؤمن اللي بيقدر يعطي، كل إنسان بيقدر يعطي، حتى الفقير بيقدر يعطي طبعا. بيقدر يعطي الكلمة الحلوة، بيقدر يعطي الابتسامة الحلوة لغيره، بيقدر يساعد طبعا. ذكرت لي وانت قبل الحلقة تقول لي على موضوع مالك فيسبوك مايك، احكي لنا ابونا شو هذا، يعني هذه قصة حقيقية من اكبر مليونيرية البلد، بليارات عنده يعني اللي هو مالك الفيسبوك مايكروسوفت بيل جيتس بيحكي عن قصة يعني كاتبها هو. بيحكي انه لما كان بشبابه بالضبط، بيحكي لما كان بشبابه ولما يعني بالمرة مصاري، فحكى له الشاب انه بتقدر تاخذها وتقرأها معك بالطيارة. قال له بس انا لا املك ثمنها. قال له انا لما بعطيك اياها بدون ثمنها بحس في غبطة اكثر من ثمن المادي لها. فرح منه وانبسط وأخذها وظل طالع. فصادفت أيضا في سفر، في أكثر من سفر حدث نفس الإشي بالمطار وخلال نفس الشهر. نعم. وقام الفتى بإهداء الصحيفة لهذا السيد. نعم. وتقدمت به الأيام وترجم أفكاره إلى واقع، وأصبح فيما بعد ذلك من أهم أغنياء العالم. فخطر على باله يوما ما هذا الفتى، فأنشأ فريق للبحث في مطار واشنطن وما حوله واستقصاء ومعلومات. وبعد عدة أشهر أخذ أحتاج بهذه الفترة أني أنا أخذ، أنا مبسوط بشغلي بس بهمني أنه ضل علاقة صداقة بيناتنا مع بعض. أصر عليه أنه لا لازم يقدم له إشي، قال له أنا لما قدمت لك من عوزي، أنت اليوم من أغنياء العالم، ما بدك تقدم لي، مش راح تأثر من الأموال اللي عندك اللي راح تقدم لي من الفائض، يعني مش من الفائض، فلن أقبل من الفائض. نعم. فبقت علاقة يعني الصداقة درس كتير كبير هذا قوي. لما شخص مثل بيل جيتس يرويه ويكتبه، يعني قديش أثر في 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 نفسيته، في عالم مادي، عالم اقتصادي. اليوم نشوف العالم كيف لغة المال هي اللي بتحكم، هي اللي بتحكم العالم. ضيفنا أبونا جاهز على التليفون. نعم. صباحك نور يا أبونا فرح. نور المسيح يملا قلبكم وحياتكم. الله يسعدك يا أبونا. تسلم يا أبونا. يعني لا يحلو اللقاء إلا مع أبونا فرح لما يزودنا اسمه فرح. يزودنا بها علو صوتك شوي. يزودنا بالمعلومات ويزودنا بالاد. نعم. تحدثنا، هل إحسان في زمان الميلاد هو من دور الدنيا؟ فكيف إنه الإنسان المؤمن الآن ينظر لموضوع الإحسان بنوع من يعني نوع من الثقافة، جزء من إيمانه، هذا مفروض عليه أو يعني ملزم إنه يقدمه، لأنه هذا بكمل حياته الإيمانية اللي ربنا علمنا إياها وأعطانا إياها. فأنت طبعاً قادر انك تعطينا الحكايه من بدايتها زي ما بقولوا. تفضل ابونا. ان شاء الله، ان شاء الله ربنا يساعدنا نقدم الكلمه اللي تساعد الانسان، كل انسان بصيلها يشعر بمسؤوليته بواجبه في القيام بعمل الخير. القديس يوحنا المعمدان في زمن المجيئ هذا بتكلم عن الاحسان، وليس أفضل من الإحسان لإدخال الفرح إلى القلوب. يوجد فرح أكبر في العطاء منه في الإحسان الإنسان لأخيه الإنسان. نعم. النقطة الأولى إحسان السماء للأرض. إذا كان الله محبة فهو إذا الرحمة، وهذا ما أعلنه السيد المسيح في إحدى ظهوراته للقديسة كاترينا السيانية بقوله: علامتي المميزة يا ابنتي هي الرحمة. فها هو تأخذه الشفقة، يقول الإنجيل المقدس، فيتحنن على الجموع لأنهم كانوا منهوكين رازحين مثل غنم لا راعي لها، ولم يرد يوما أن يصرفهم صائمين لئلا تخور قواهم في الطريق.
وصنع لهم معجزة تكسير الأرغفة السبعة والسمك، وها هو أيضا تأخذه الشفقة فيتحنن على المرضى ويشفيهم. رأى أرملة تشيع وحيدها فتحنن عليها وقال لها لا تبكي، ثم دنا ولمس النعش ووقف حامله فقال للميت أيها الشاب لك أقول انهض، فنهض الميت وشرع يتكلم فسلمه إلى أمه، فأسرع وألقى بنفسه على عنقه وقبله طويلا. إنه الشفوق الرحوم الذي في اللحظة الأخيرة يفتح أبواب النعيم للص اليمين. إنه حقا كما جاء عنه في سفر أشعياء النبي، مسحني الرب وأرسلني لأبشر الفقراء وأبلغ المأسورين إطلاق سبيلهم والعميان عودة البصر إليهم وأفرج عن المظلومين. هذه هي محبة الله لنا، هذه هي رحمة الله لنا، أحبنا ورحمنا حتى إنه لم يضن بابنه الوحيد بل أسلمه من أجل خلاصنا. وهذا الابن قد أحبنا حتى بذل نفسه من أجلنا. فهل من حب أعظم؟ في هذا الموضوع نتحدث بثلاث نقاط باختصار. أولا واجب الإحسان. إن الإحسان واجب ديني ثقيل قد فرض على كل مسيحي، وهذه بعض الآيات في الإنجيل المقدس تبين واجب الإحسان. القديس يوحنا المعمدان يقول من له ثوبان فليعطي من ليس له، ومن له طعام فليفعل كذلك. والسيد المسيح يقول كل من سألك فأعطه، ومن أخذ مالك فلا تطالبه به، فصدقوا بما في وسعكم وكل شيء يكون لكم طاهرا. القديس بولس أبذل للمؤمنين في حاجاتهم ولنحسن إلى الجميع ما دامت لنا الفرصة، ولا سيما إلى الذين هم شركاؤنا في الإيمان. القديس يوحنا الحبيب يقول من كانت له خيرات الدنيا ورأى أخاه في حاجة فحبس عنه أحشاءه فكيف تثبت فيه محبة الله؟ والقديس يعقوب يقول إن الدينونة الطاهرة الزكية في نظر الله الآب هي افتقاد اليتامى تقع في يد المسيح نفسه، فلا نذل المسيح عند الإحسان. ولنتذكر أن الطريقة التي بها نقدم الإحسان هي إحسان، لذا يجب أن نقدم إحساننا للمحتاج بتواضع وبدون مباهاة. متى صنعت صدقة فلا تنفخ أمامك في البوق، فلا تدع شمالك تعلم ما تفعل يمينك، لتكون صدقتك في الخفية وأبوك الذي يرى في الخفية يجازيك عنها. أن نتبرع بسخاء وفرح، من يزرع قليلا حصد قليلا، ومن زرع كثيرا حصد كثيرا. فليعطي كل امرئ مع قلبه لا عن كراهية أو اضطراب، لأن الله يحب المعطي المتهلل. أن نتبرع بتجرد، يقول أنا السيد المسيح أحسن وأقرضوا غير مؤملين شيئا فيكون أجركم كبيرا وتكونوا بني العلي، وإن أحسنتم إلى مجد المسيح. والقديس يعقوب يقول أيضا لا رحمة في الدينونة لمن لم يرحم، فالرحمة لا تبالي بالدينونة، وأجره أيضا من يصنع الخير لن يضيع ولو كان زهيدا. من سقاكم كأس ماء على أنكم للمسيح فإن أجره الحق أقول لكم لن يضيع. بالإحسان نصطدع لنا كنزا في السماء لا ينفذ، حيث لا سارق يختلس ولا عثم يفسد. أنهي كلمتي بهذه الأقوال: الله لا ينام مديونا لأحد. كن سامريا رحيما للإنسان، لكل إنسان، على مثال السيد المسيح السامري الرحيم الأول والأمثل، لا سيما في أيام العيد هذه. الفقير الذي تنقده درهما يبيعك بهذا الدرهم سعادة قد لا توفرها لك ألوف الدراهم. أسعد إنسان من أسعد الناس. وأنهي كلمتي بقول المزمور: تسلم يا أبونا، يعطيك ألف عافية، أبدعت كالعادة. ربنا يوفقه
كل عام بخير يا أبونا بمناسبة الأعياد المجيدة. أكيد الوضع هلأ عندك غير، يعني مش زي كل سنة. الحمد لله على كل شيء. الحمد لله. شكرا يا أبونا. شكرا لكم وكل عام وانتم بخير، والمستمعين بألف خير كمان. الله يسعدك يا رب. شكرا. تسلم. صباحك نور. حبيت الكلمة ربنا لا ينام مديونا لأحد. جميل جميل جدا، يعني أبدع أبونا. وهالعلاقة الأفقية ما بين كنيسة السماء وما بين كنيسة الأرض. شو سماها أبونا؟ حكى إحسان السماء، إحسان السماء إلى الأرض. إلى الأرض، وإحسان الإنسان على الأرض مع بعض البعض. نعم. يعني هاي العمودية على الأفقية، يعني في علاقة العمودية بين الله وبين الناس، ما بين الناس مع بعضهم بتكون أفقية. نعم. هاي العلاقة، ولكن يجب أن يكون نقطة الارتكاز ما بين الخط الأفقي اللي إحنا بنحكي فيه. العلاقة يجب أن يكون مركزها هو الله. يعني أنا بحاول أني أكون إنسان صالح عشان لما أصلي لله، عشان لما بعمل هالعلاقة الشخصية مع يسوع أحس حالي أني بشتغل على حالي. وأكيد مهما اشتغلت على حالي مش راح أدعي الصلاح، ولا راح أكون هذا في نفس الوقت التواضع، أنه أنا طب ما أنا من خدمتك يا أبا، وأنا عملت وأنا سويت خروف واحد ما أخذته أنا وأصحابي نضيع من رزقتك، وأنا محافظ على أمواله، إجا ابنك هذا اللي قضاها وضيع كل الأموال. هذه المقاربة، المقارنة بتوقع الإنسان في الكبرياء لما تصير يحكي عن أعماله. هلا مفروض الناس تحكي عن أعمالي ويشهدوا إلي ويسبحوا أبوي الذي في السماوات لما بيشوفوا هذولا عرفوهم إنهم تلاميذ يسوع أيام انطلاقات المسيحية، أول من طلع مصطلح كلمة المسيحية بأنطاكيا، أول ما تجمعوا وعملوا جماعات، مين هذولا؟ فصار يقول هذول جماعة المسيح. كيف تعرفوهم؟ قال من محبتهم، بيسولف السفر أعمال، من محبتهم لبعضهم البعض، من تعاضدهم وتكاتفهم، تعاضد العضلات. يعني لما الواحد يحمل كيس كثير كبير بيحطوا بطريقة الإيدين العكس بعض، بتيجي هيك وبمسكوا بإيدين بعض وبيشيلوا الشوال المية كيلو هذا القمح. فهي المعاضدة إن نمد إيدينا لبعض ونمسك بإيدين بعضنا البعض. وهي مدينة عريقة ومن أقدم مدن العالم، كانت محاطة بصور عظيم، بس مش الصور الجداري العنصري هذا اللي عملوا هلا. صور المدينة لكل المدن، يعني القلاع كانت مشان المراقبة، يشوفوا الأعداء من كذا، من قادمين من التلال. وكانت لها ثلاثة أبواب للمدينة، وجوا الباب الضخم الكبير باب صغير كانوا يسموه ثقب الإبري. هلا بعد غياب الشمس كان الأمر يجي إنه الباب يجب أن يغلق. هلا بيضل باب اللي خرب الإبرة هذا أو ثقب الإبرة اللي بيجوا منه الناس العاديين اللي ما معهم قوافل، الباب الكبير بشان الجمال والخيل والعربات. هلا اللي بدي أحكيه إنه القافلة اللي بتيجي بعد غياب الشمس ما بتقدر تفوت من هذا الباب الصغير إلا إذا نزلت كل حملها ونخ الجمال ركع دفشوا دفش من البوابة بفوت. اللي بدي يقولنا يسوع من المثل، قصد يسوع من المثل إنه لن يدخل الغني المستغني بماله عن الله والإنسان إلى الملكوت. لن تدخل إلى أورشليم السماوية، لن تدخل إلى مدينة الله الفاضلة وإنت محمل كل همومك، كل كياسك، كل الأكسسواراتك، كل ثروتك، كل ثروة بدك تنزع. ولذلك أحد الأغنياء لا أذكر اسمه إنه لما طلعوا إيده من النعش وهو ماشي إنه ما أخذ معي وما هيني ما أخذت معي ولا إشي. لا يا لينقل السماء، ما أحس حالي غريب بين القديسين، بين الناس اللي محسنين. إذا أنا كنت بخيل على بيتي وعلى نفسي وعلى الناس المحيطين فيه، هذا بيخليني أنا إنسان لا أنتمي، ما عندي مواطنة. بيؤدي أيضا أنه التفاوت بين الناس، بيصير في حقد طبقي، بيصير في الناس هذا يعني للأسف المجتمعات الاقتصادية بالعالم كله موجود هذا الحكي للأسف، لأن المدينة الفاضلة ليست على الأرض على ما يبدو. هي موجودة بالسماء. لذلك يبقى عمل الإحسان يقربنا من المدينة الفاضلة. حلو. حلو أبونا. جميل أبونا. نحن بدنا ننقل لصفحة الفيسبوك تنحيي أصدقائنا الموجودين على الصفحة ونصبح عليهم. في عندي من الأخت ماجدة النمري، أمين يسعد صباحكم، سهى سلفيتي صباحكم نور مبارك، لينا حداد يسعد صباحكم، شاديد باب نخوري صباح الخير، لينا حداد بمناسبة قدوم السيد المسيح أقول لكم ميلاد مجيد،
شكرا يا، حتى لو احتياجاتنا مختلفة، في ناس احتياجاتها مادية وناس احتياجاتها معنوية وناس احتياجاتها صحية طبية طبعا. إنسانية، فكلنا محتاج، ما في إنسان مش محتاج، حتى الغني محتاج. كمال كمال لله فعلا. فنيلي قبعين، صباحك نور يا نيلي. نتالي الأرسلاني، فلفلي أمين يا رب، صباحكم نور. نهلة شداد، كل سنة وأنتم سالمين. إلين برضو رجعت تطلب مساعدة، إن شاء الله بعد البرنامج نحاول نحكي معها، نتواصل معها، نقدر نساعدها، وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة. منال إيه بفراج، يسعد صباحكم. جمال مدانات، يسعد صباحك، صباحك نور. شكيب عواد، صوم مبارك، امين يا رب. ماجد النمري، الصوت بقطع، انا بتابعكم من امريكا، هل هو على الجميع ام من عندنا؟ وشكرا. ممكن، مش عارفة اذا الصوت بقطع لنا، لا ممكن من امريكا. ماجدة البير، في عنا كمان، أنا حبيت بس إنه نعرج على كل الأصدقاء اللي عم بيتابعونا. سامية شرايحة، منورين أحبائي الغاليين أبونا وباسمة، صباحك نور. النت بقطع، رجعت ماجدا نمري، مش عارفة هلا بنشوف الكنترول روم. ردينا حوات، من ميلاد مجيد، كل عام وأنتم بألف خير. هذولي واللي على المباشر كمان بنصبح عليكم، وكل اللي راح ينتقلوا لصفحتنا ويسمعوا هذه الحلقة على مدار خلال الأيامات القادمة، بنقول لهم شكرا لمروركم، وشكرا لا تعلم شمالك ما تفعل يمينك. بهذا الموضوع شو رأيك أنت؟ أنا بحكي إنه دور الإعلام، نعم، هلا يعني من حق المتبرع أن يفرض شروطه. يعني المتبرع العربي يختلف عن المحسن الأجنبي. الأجانب عندهم بروتوكول واضح، بدهم صور، نعم، وبدهم فواتير، بدهم نفقات. العرب بيشتغلوا على نظام الثقة، نعم، يعني ما بحب يتبرع إلا للمكان اللي هو واثق فيه، بروح على كنيسة، بروح على جمعية موثقة، ما بحبش إنه خلي صاحبي يتبرع بدالي أنا وإنت، خذ هدول روح وزعهم على، بحبه بهذه الطريقة على الثقة. ولكن الإعلام يحفز رسالة الإحسان، وخصوصا في الأزمنة المقدسة، مثل ما هي البرنامج هلا، كثير من الإخوة المتابعين راح يتذكر أنه ممكن أنا تكلفني سهرة العيد 700 دينار، ممكن تكلفني 500 دينار، ممكن أجيب أنا لست سبع أشخاص أكل بذاته. حكى أبونا فرح قبل قليل، طريقة عمل الإحسان هي إحسان بحد ذاتها. يعني ممكن أنا أعمل إشي كثير قيمته المادية كبيرة، يعني أحكي لمدير مكتبي أقول له هاي 500 دينار، جيب لك فيهم كذا معونة طرود، بطرود، نعم، أوزعهم، بس ولكن بطريقة ما بدي داتا، يعني ما في داعي تأخذ الأرقام الوطنية، ما في داعي تأخذ تلفوناتهم، ما في داعي كذا، قدمهم وسلام. وفي ناس ممكن يعمل ب10,000 وبيجيبهم وبيبصمهم وبيوقعهم وبيصورهم وبيعمل داتا، بقول لك انا يا عمي المحسن المتبرع او الدونيشن المقدم لهذا الدعم بده هيك، فبيصفي. يعني انا خصوصا اشتغلت مع اللاجئين فتره طويله، نعم، فصار عندي يعني المام بالموضوع، متطلبات، خاصه المؤسسات اللي عم تدعم واللي بتعطي شروطها في انها بالضبط بالمقابل انك تقدم لها مقابل هالمال بالزبط اللي مقدم، نعم بالضبط. انا اختصرتها، لقيت طريقه مناسبه انه كانوا الاخوه المعوزين يتحسسوا من موضوع التصوير، فقلت للمحسن يا لما كنت بكنيسه مرج الحمام، قلت له انا عملت النظام الكنيسي كله المراقبه الكاميرات فهي موجوده، فما في داعي احنا نصور، كله مصور بالضبط، هو مصور لحاله، بتحب تطلع بتقدر تفوت على اللينك المباشر، واحنا بنقوم في الاعمال وانت بامريكا، انت بكندا، انت وين ما كنت انت بتشوف شو اللي قاعدين بنشتغله. فهي طريقه مبتكره، يعني فوبيا الشك، ما في التراست عنده، بيحس حاله انه يعني ما راح تروح على الشيء اللي انا ممكن اعمله، فانا مش راح اعمل العمل الا بايدي لما انا اجي على البلد او لما انا، نعم. هلا هذا الشخص انت مفروض تريحه،
لما بتقول له هي على المباشر، لما بتقول له أنت حدد قيمة كل، يعني بدك تفاصيل نعطيك تفاصيل، فمن حمسه وبنشجعه. كمان هون دور الإعلام أنه ينقل الصورة، يعني حلقة وصل ما بين الأسر العفيفة المعوزة وما بين الناس اللي يمكن أحياناً كثير دكتورة بصادف أشخاص ما عندهم وقت لأعمال إحسان وأعمال كذا، فبحب هو أنه يكلف حدا من الموظفين اللي عنده حدا يتابع الموضوع. فيعني أحياناً البرامج اللي تقدميها حضرتك، اللي بنحط على وسائل التواصل الاجتماعي، رسالة نورسات بشكل عام، هي نورسات قائمة على الإحسان، على تبرعات الناس، على المؤسسة اللي ما بتجيب دعايات وما بتجيب الفلوس ودخل خاص إلها إلا من إحسان العالم، المتبرعين اللي من العالم كله بيقدموا لدعم هذه الرسالة الإعلامية. إذن هناك رسالة عظيمة يقدمها الإعلام كحلقة وصل ما بين البؤر المظلمة وما بين الشمس الساطعة، إن نقدر الإعلام هي النورسات، هاي المراية دكتورة اللي بتعكس الشمس على من الآخر. لذلك ما في خجل إني أصرخ من وجعي، ما في خجل إني أكتب تعليق على الفيسبوك وأحكي فيه إنه أنا عندي حاجات خاصة، أنا بحاجة كذا، اسمعوا يا قادرين. بيشوف عندنا 10,000 مشاهد بعد الحلقة بيوم، بعدها بيومين بصيروا بصلوا 20,000. طب هالناس اللي بتشوف ممكن يحكوا مع الدكتورة باسم، يقولوا دكتورة في أنت حكيت تعليق كذا، معليش تليفونهم، معليش الماسنجر تاعهم، نتواصل معهم. فإذا قامت النورسات برسالة عظيمة وهائلة أكثر من إني أنا كراعيتي عندي 20-30 واحد ممكن أساعدهم ماكسيموم، هذاك بدي ساعد 50، مطرانية كبير بتتساعد 100، بس مستحيل تساعد 10,000 واحد، مستحيل أن يكون صوت صارخ لعشرة آلاف بني آدم. بس هذه المنابر اليوم دكتورتنا بتوصل أبونا حاجة الناس أوقات اللي يسمعوها الآخرين اللي باستطاعتهم إنهم يلبوا هذه الحاجات. بالضبط. فهاي المنابر الإعلامية خاصة الإنسانية يعني بتحاول إنها توصل صوت المتألم، الإنسان اللي بإن المحتاج المريض فمن وجعه بيحكي، ما وصل لمرحلة إنه يعلن على شاشة أو على صفحة فيسبوك عليها مئات الآلاف. صرخة ألم يعني، صرخة ألم. إنه يحكي وجعه، إلا إنه فعلًا صار في إنه وصل لمرحلة ما عم يتابع الحاجات الخاصة، فعشان هيك طلعت هذه المؤسسات ونحطت في هيك مجتمعات اللي بتكون محتاجة أو اللي طلعت من حرب أو اللي تعرضت لحروب، بتلاقي رأسًا الجمعيات الإنسانية دخلت. ويسمح لها حتى من الطرفين يعني انها تدخل وتساعد، تشفي، ترمم. فالاعلام هو مثل ما تقول انه بيكشف الحقيقة احيانا، بس في طبعا اعلام مسيس لا يكشف الحقيقة وانما بيزيدها سوءا. للأسف صار في اعلان يعني مسيس لمصالح معينة. فنحن موضوع الإحسان أبونا بدناش إحنا كمان نطول على المشاهدين، مش رح نطول الحلقة اليوم في هذا الموضوع، لكن من يستطيع أن يقدم أي خدمة لأي إنسان محتاج يعملها مثل روتين، يعملها مثل شيء أساسي منظم بحياته. بالضبط. أني أنا مثلا خلال هذا اليوم بدي أساعد 3 أشخاص، طب بعرفش إذا وأدفعها مقدما. يعني كل إنسان بيحتاج مثلا في هو المبدأ في هذا العطاء إنه pay forward، ادفعها مقدما. لما أنا بعطي مساعدة لحدا وهذا الشخص بيستلم هاي المساعدة، فهو بيقدر بإمكانياته يقدر يساعد كمان أشخاص تانيين. يعني ما توقف المساعدة عند لما استلم هذه العطية هو، فكل إنسان بيساعد لازم هو كمان يساعد. بالضبط. لأنه زي ما أنا ساعدت هذا الشخص هو كمان بيقدر يساعد أشخاص تانين كمان بإمكانياته، كل إنسان حسب مقدوره. فنحن في زمن هلأ الميلاد، وأكيد ننظر للي عم بعيشوا الميلاد خاصة في ظل جائحة كورونا اللي نحن واعيين عليها وواعيين على تبعات وما نجم عن جائحة كورونا من أثار اقتصادية على الناس، نفسية مرضية، فقدان حتى كمان حزن. ممكن أعزي حدا
أواسي إنسان، أزور مريض، أزور إنسان مسن، أطفال بمراكز اليتامى، الأيتام، أعطيهم شيء، أعمل شيء. ما برنامج برنامج عن الإحسان. وأبونا كلمة أخيرة كمان قبل ما نعطي البركة. نعم، بوجه لجميع الأخوة المتابعين قبل الميلاد إن نفحص ضميرنا قبل المناولة، وإن نكون أول إشي راضيين عن نفسنا أمام الله وأمام الناس، ويعني في كل لحظة بحياتنا نكون قادرين فيها على فعل الخير. للأسف خطية كبيرة إذا أنا بكون قادر وما بعمله. جميل أبونا، والله لا ينام مديونا لأحد. حبيت هاي الجملة، كله بيرجع. كله بيرجع فعلا، الله لا ينام لمديونا لإنسان أعطى من حبه لله، فربنا أكيد بعوضه، مش شرط يعوضه، يعني أعطى دينار يعوضه 100,000، يعني أوقات بعوضه بصحة، بعوضه بولاده، بعوضه بتوفيق بشغله، بعوضه بالملكوت اللي راح يفوز فيه في النهاية. مهم بضيع. ربنا أكيد هذا اللي أعطيته، هذا دين على ربنا، ربنا بسده. فنتمنى بهذا الموسم أنه ننظر لبعض إنسانيا واجتماعيا، ننظر لبعض، نزرع البسمة على وجوه بعض، نزرع البسمة في وجوه الكنائس بنحكي فيه. فحبينا نذكركم فيه أنه نحن في زمن الميلاد، أنه نفرح الناس في زمن الميلاد، تتعم الفرحة على الجميع. لأنه أنا ما بقدر أفرح إذا جاري مش فرح، إذا قريبي متألم ومش فرحان، كيف بقدر أفرح؟ نحن جسد واحد في المسيح، فهذا الجسد إذا كان عضو واحد متألم فيه فأكيد كل الجسد وجسم الإنسان بيكون متألم. ففي النهاية طبعا منرحب كل اللي انضموا إلنا كمان واللي صبحوا علينا. صباحكم نور. برجع بحب أذكر فيهم ردينا حواتم ميلاد مجيد، وعم بيسألوا إنه سامية شرايحة طبعا عم بتشيد بالكلام اللي حكاه أبونا فرح حجازين، فعلا كلامه معبر. علمني الصيد وتعطينيش سمك، بس علمني الصيد، أوكي أنا قابل. فمنحاول نعطي سمك ونعلم الصيد لبعض الأشخاص. فشكرا للجميع، شكرا أبونا، وناخذ البركة الختامية. نعمتي ربنا، نعم، نعمتي ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس معكم جميعا. نترككم بسلام وآمين. آمين يا رب. شكرا لكم، وإلى اللقاء في برنامج صباحكم نور يوم الثلاثاء القادم في نفس الموعد. إلى اللقاء، وكل عام وأنتم بخير. تعبان بهمك، عندك كلمة تريح قلبك، ترجع الدنيا بتضحك لك، نور ساتي ليه.